المؤتمر التربيل العاشر لمؤسسة أعرف تراثك وبالشراكة معنا كمؤسسة سيد باب. هناك شخص دائما أنه يجب أن تسجل يعني الحروف من ذهب لها دكتور فادي الهدمي وزير شؤون القدس. أنا طبعا الألقاب على أرض الواقع، هذا الرجل جسد هذا اللقب على أرض الواقع. على فكرة تاريخيا هذا شيء كبير جدا أن يحمل هذا المسمى، فالمسمى أن يرتبط على عمل أرض الواقع. دكتور فادي، إحنا كمؤسسة سيد الأرض يعني نرفع لك القبعة على عملك، متابعين جدا لك، تعمل بصمت البلاغة، لأنه يعني عندما يرتقي الإنسان في البلاغة يصل إلى حد الصمت فيقف إكبارا وإجلالا. فالقدس، وضع القدس، وما رأيك المؤتمر؟ يعني أول شيء المؤتمر، شكرا لك على هذه الكلمات الطيبة، وأنت أخ عزيز وجهدك أيضا مقدر، وهذه تجسيد الحالة الفلسطينية، الشتات وأرض فلسطين وهذا الرمز، وهم يشكلون المستقبل ويشكلون هذا بريق الأمل في حلكة هذا المشهد الذي نعيش. القدس عاصمة فلسطين، تئن في ظروف فارقة، هناك هجوم على الحجر والبشر، هناك حرب ديموغرافية وجغرافية، هم لا يريدوا للوجود الفلسطيني الإسلامي المسيحي أن يكون، ولكن أهل القدس أهل المقدسيين هم صامدين، هم رابطين إلى يوم الدين في أطهر بقاع الأرض، يتصدون إلى كل هذه المخططات ويدافعون عن مساجدهم وعن كنائسهم بكل الغالي والنفيس. أنا كنت في المغرب يعني الأسبوع الماضي وشاهدت، طبعا احنا عارفين حب العرب عامة والأحرار القدس خاصة عشق سرمد، ولكن أنا طلبت من هذا الحب يجب أن يكون ممارس مبادرة. أنا بقول إنه حان الوقت إنه نقدم سلسلة مبادرات في حب القدس على أرض الواقع، يكون هناك من زراعة شجرة إلى زراعة فكرة إلى زراعة تصنع باختصار شديد، يجب أن يكون ذلك. أنا بدعوك إنه نكون إن شاء الله في القريب عاجل نكون نحن في مع سيد الأرض، يكون في شيء، لأنه إحنا كل شيء يعني مجند للقدس ما دامت هاي الهوية، وما كما قلت في المغرب انه لا شيء يغير وجه الله ولا شيء يغير وجه القدس. فبك ومعك ان شاء الله انه سنتواصل من اجل القدس. شكرا على جهودك، شكرا جزيلا.